هو طبعا انا يعني انا التحقت بالاهرام بعد الاعتزال مباشره، وما اشتغلتش في الصحافه، اشتغلت محاسب في المطابع الاهرام التجاريه اللي كانت في بولاعة كورنيش كده. وبعدين كان في مناسبة كده، وكان موجود فيها مرحوم فكري باشا أباظة. كانت في النادي الأهلي المناسبة دي. كانت في النادي الأهلي، كان هو رئيس شرف النادي الأهلي. وبعدين شافني فكري باشا، مش شافني، هو كان نظره ضعيف قوي ما شافنيش، فقالوا له فلان يعني يعني فقالوا له فلان جاي يسلم عليك وبتاع. ف قال لي انت فين دلوقتي؟ قلت له انا في الاهرام. قال لي ما بقراش حاجه، انت بتكتب فين في الاهرام؟ قلت له انا ما بكتبش في الاهرام، انا بشتغل في المطابع التجاريه محاسب. قال لي مطابع؟ مطابع ايه؟ راح كان موجود في الحفله دي نجيب المسكاوي الله يرحمه. الله يرحمه. انا ده لو انا هجيب ازاي عندكم كابتن النادي الاهلي السابق وشغلوه في المطابع؟ استاذ نجيب قال له تؤمر، قال له خده عندك. قال له خلاص. القسم الرياضي. القسم الرياضي. قال لي بكره تروح حاضر. ذكرياتك عن اول يوم صحافه تحت قيادة الراحل الكبير الأستاذ نجيب المستكاوي، أول حاجة حضرتك تعلمتها في العمل الصحفي، أول توجيهات من الفريق العمل من أصدقائك وزملائك وتحديدا من الأستاذ نجيب رحمة الله عليه؟ لا، هو الأستاذ نجيب ما كانش يوجه ولا يعلم بشكل مباشر. هو كان يعني احنا بنتعلم نشوفه بيعمل ايه وبيعمل ايه، هو بيكتب ايه. يعني احنا بنتفرج على الماتش وهو بيتفرج على الماتش، بعدين هو يكتب، تشوفه ازاي بقى ملاحظاته، ازاي بيترجم الماتش ده لكلام على الورق وارقام. وارقام، يدي ده كذا ويدي ده كذا ويدي ده كذا، تشوف الدقه في انه يعني يقيم. احيانا 26 لاعب، يعني ما انت 22 والتغييرات، وبيقيم كل دول وديهم رقم من 10. ده شيء مذهل على فكره، يعني انت علشان تعمل حاجه زي كده بدرجه تقترب من الدقه، يعني عايز فرقه عشان كل واحد. ما كانش انتماء الاستاذ نجيب المستكاوي الراحل الكبير يؤثر على كتاباته او على موضوعيته في التقييم؟ هل كان دايما حاد قاطع موضوعي، ولا كان ممكن حبه للاعب وانتمائه لنادي يؤثر عليه بشكل او اخر؟ هو اهم حاجه فيه انه ما كانش منتمي لنادي، ما كانش لا اهلاوي ولا زملكاوي. وفي ذلك الوقت كان فيه ثلاثه كبار في النقد الرياضي، كان فيه نجيب المستكاوي وعبد المجيد نعمان ونصف سليم. وكان معروف طبعا ان عبد المجيد نعمان ده قطب اهلاوي ونصف سليم قطب زملكاوي، انما المستكاوي لا، المستكاوي كان محايد ولذلك كان مصدق، لم يعرف عنه في يوم ما انتمائه على الاطلاق كمشجع اهلاوي او زملكاوي على الاطلاق. يعني اللي كان بيحاول يفسره يقول لك ده ترسناوي. لكن في قضيه الاهلي والزمالك والمنافسه بينهم ما كانش له انتماء، ما كانش فيه يعني وهو كان دايما يعني يتنضر على الاثنين ويتريق على الاثنين، لكن ما كانش يشيد ويهاجم بنفس الدرجه بنفس الدرجه. ولذلك كان يعني كان في ناس